وأكيد مشاهدينا الكرام ضروري أن تستفادون، وخاصة بهذه الفقرة بيا هلا بالضيف. من المعروف أن النوم الجيد ضروري للحفاظ على صحة النفسية وأيضا الجسدية للإنسان، إلا أنه من خلال شهر رمضان وبسبب تغيير مواعيد النوم والطعام فأكيد الاستيقاظ رح يتغير عندنا، ودورة النوم بشكل كبير رح تتغير. لذلك بالنسبة للصائم اليوم رح نتحدث عن ساعات نومه وأيضا ما فائدة النوم بالنسبة له وشنو اللي رح يصير بجسده وأيضا صحته النفسية. أكيد يا شهلة، فلماذا يحدث هذا التغيير في النوم في رمضان؟ وما هي أسباب وهل يؤثر تغيير نمط النوم في رمضان على صحة الإنسان الجسدية والنفسية؟ كل هذا راح يستجيب عليه وأكثر مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور زياد الحسني، مدرب في برمجة الدماغ والأعصاب. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بكم. يسعد صباحك دكتور، نورتنا أكيد من جديد ونورت قناة زاكروس. يسلمكم، شكرا شكرا. أهلاً وسهلا. رمضان لجميع مشاهدينا. شكرا لك دكتور. خلي اليوم نتحدث فعليا بشهر رمضان المبارك تحديدا، من الممكن أنه تتأثر النفسية وأيضا الجسد بسبب اضطراب النوم والأشياء اللي تحدث بشهر رمضان؟ تمام، خلينا نتفق وش على شغلة مهمة جدا، أنه العدو الأساسي للإنسان هو الروتين. الروتين الحياة سواء كان بالأكل بالنوم بأي تفاصيل حياته، من يدخل الروتين حتى بالعبادة في أي شيء، من يدخل عملية روتين الجسم يبدأ يكسل، يبدأ يخسر كثير من طاقته. فلا بد بين فترة وفترة من تحديات. فرمضان هو تحدي، هو تحدي للتغيير. يشوف الجسم ويشوف العقل ويشوف الروح أنه الأمور مو روتينية، وإنما ممكن تكسر هذا الروتين في لحظة ما. بعض الناس هذا الكسرة يعني يقدر يتجاوزها بشكل سهل، وبعض الناس لا يلاقي بها صعوبات اللي يتحدث بها اليوم باضطرابات النوم. طيب دكتور، كثير من الأشخاص يعانون بشهر رمضان إنه تعرف سبب تغييرات الروتين بشهر. زين، هل هناك أنشطة أو فد دورة أو فد تطبيقات خلينا نقول طبية إنه يقدر الإنسان بعد شهر رمضان يرجع الروتينه؟ هو نال الفكره انه يعني رمضان بترتيبه الحياه مالته نمط الحياه ينطينا فد اقتراح لنوع جديد من الحياه. احنا متعودين انه مثلا ننام بوقت متاخر، صار هذا الشيء طبيعي، ونقعد بوقت متاخر، واللي عنده دوام مباشره يا دوب على السريع يبدل يطلع للدوام مالته، فما عندنا يعني اوقات تمشينا بشكل مثل ما سميناه روتيني. الان بالنسبه لرمضان هو يقترح علينا انه ترى الحياه ممكن تكون بطريقه اخرى، ممكن انسان يفكر ينام من وقت، يستيقظ من وقت، يستثمر ساعات الصباح، نمط الحياه بدل ما ثلاث اربع وجبات ينحصر في وجبتين. يعني هو يقترح علينا هذا المقترح. فهو بحد ذاته احنا دائما احنا في دوراتنا التدريبيه نقول رمضان هو عباره عن دوره تدريبيه لمده 21 يوم 30 يوم، هذه يقترح علينا بها في النمط جديد للحياه. بس حلو هذا النمط صراحه. اللي بالضبط عشيتنا اللي يفهم معناه ويفهم يعني مدى فائدة للجسم. أكيد رح يعني أكيد رح يتأثر الشخص اللي من الممكن أن يقعد قبل الفطور بساعة أو ساعتين من النوم وهو الليل كله سهران. طيب دكتور، خلينا نتحدث عن، أنت حضرتك ذكرت اليوم الروتين من الممكن أن يكون ممل للنفسية وأيضا الجسد. طيب إحنا بس بشهر رمضان المبارك ممكن أن نغير نمط حياتنا لو بأيامنا الطبيعية أيضا. تمام، حتى في ايام طبيعيه. يعني احنا مثلا واحد كان متعود انه يعني يشتغل بشغل مستمر من الصبح لليل، هو شغل شغل شغل، لابد بين فتره وفتره يسوي كسره، اللي هي قد تكون رحله عائليه، اللي قد تكون جلسه، اللي قد تكون خرجه مع اصدقائه، اللي قد تكون مثلا ساعات نوم يعني هيك يعني يستمتع بيها. فهذا كل الامور ممكن نسويها عباره عن كسر لهذا الروتين. طيب وتكون اكيد مفيده للنفسيه وايضا للجسد. طيب دكتور، كثير من الاشخاص انه تعرف انه بعد الفطور الجسم انه شوي يكسل، او نقول انه هو يثقل، او بعد مثل ما يقدر يتحرك. او ما يقدر يروح انه مثل الرياضه او فد مشي بسيط. زين، بهاي الحاله راح الاكثر يعني خلينا نقول انه يروح ينام. تمام، فيقعد انه الساعه 12 الساعه بعد ما يقدر بعد ما يقدر ينام حيجرها للصبح. فالاغلبيه عند اشوف انه الاشخاص عنده يعانون يعني بكثير من الدوام، يعني انه يقول انا ما نايم البارحه، يعني بعد الفطور نمت لي ساعتين وبعدين ما قدرت انام. زين، بهاي الحاله شلون يعني اللي عنده دوام، اللي عنده خلينا نقول مدرس، الاستاذ جامعي، يعني محاضرات وهذا، شلون يعني يقدر انه يرتب في وقت له؟ نعم، المثل المعروف عندنا انه تعشى وتمشى. بالضبط. تمام، فاذا اعتبرنا انه الفطور هو عشاء، فيفترض الانسان وراه يطلع يتمشى. يفترض يعني سواء كان يروح للصلاه يصلي، يعني ضروري، سواء كان يروح يتمشى مع، المهم انه لازم اكو حركه بعد بعد العشاء. ليش؟ انه الجسم اذا اخذ هاي الوجبه اللي هي دسمه عاده عدن راسه وراه ينام، يعني اذيه مو طبيعيه. طيب، سواء على الجهاز الهضمي، على الدماغ، على كل التفاصيل. فنعم، لابد اكو حركه وراها يعني. طيب دكتور،
بغض النظر عن شهر رمضان المبارك بالنسبة للرجال والنساء، لكن بعض الأشخاص ممكن نشوفهم أعصابهم متوترة بشهر رمضان المبارك، وخاصة الرجل العراقي. فأنا يمكن دائما أتحدث عن هذا الموضوع. خلينا نتحدث شنو السبب اللي يخلي الرجل أو الإنسان الصائم من الممكن أن يكون بحالة عصبية وحالة توتر دائمة؟ هل هذا الموضوع يعتمد فقط على الصيام لو على الأعصاب بصورة عامة؟ زين، هو من حيث الصيام عندنا قويتين، يعني التحديين الكبيرة برمضان هو تحدي الطعام وتحدي النوم. بالنسبة لتحدي الطعام، الإنسان لما يعني خلي واحد بتعبر وجبة أو وجبتين ما يأكل يبدأ فعلا يرجف، يعني يصير عنده هبوط بمستوى الدم، وبالتالي تغير بالحامضية والقاعدية مال الدم، فبالتالي الدماغ ده توصل الكيمياء توصل للدماغ مو طبيعية، مو هي المتعارف عليها، فهذا سبب أسباب التوتر. السبب الثاني موضوع النوم. كلنا نعرف أنه الجسم اليوم يحتاج النوم حاجة مثل الطعام والشراب. أكو عندنا غدة بالدماغ اسمها الغدة النخامية، الغدة الصنوبرية. الغدة الصنوبرية هذه شنو شغلاتها؟ هاي شغلات تفرز هرمون اسمه الميلاتونين، اليوم متعلق بموضوع النوم، ويتوقع أيضا هي لها علاقة بالعقل الباطن. شنو اللي يصير؟ إحنا أثناء النهار يعني مثل أي محل، اليوم مطعم خلني أخذ مثال يعني تقرب الصورة لحبيت المشاهدين، إذا عندنا مطعم فإحنا أثناء النهار يعني بيع وشراء وكذا لازم في نهاية اليوم أكو عملية تنظيف، نلملم أشياء زايدة، ننظف رتب حتى يبدأ يوم آخر جديد. العقل نفس الشيء، إحنا أثناء النهار نتناقش نتعارك نشتغل نتعرض إلى خبرات تجارب نفكر كذا، فإذا ما كان أكو ساعات العقل بيه يرتب هاي التفاصيل يحط كل شيء رجع مكانه مشكلة كبيرة. هذا الوقت هو النوم. في النوم اللي يصير من الغدة الصنوبرية تجيب هاي الهوسة اللي صارت بالعقل، تمام، سواء كان تعلمات ولا مشاكل ولا أي شيء، وترتب كل شيء بمكانه، تسوي ديليت للأشياء السيئة، ترتب كل شيء ترجع على مكانه، المعلومات تحطها في مكانها الصحيح، المشاعر تحطها في مكانها الصحيح. فإذا ما حصل الإنسان على ساعات نوم كافية إلا حيصير إنه يقعد ثاني يوم على الخربطة من اليوم اللي قبله، فيصير إنها الإشكالية تتراكم. لذلك مرات تشوف إذا واحد أربعة أيام تخربط نومه باليوم الخامس ينهار. صح، تمام، لأن الجسم يقول خلاص ما أتحمل. بالتنمية البشرية نقول التحرر من الأفكار السلبية والأعمال الشاقة، لكن بالطب نقول هو ترتيب لكل شيء ويصير أبديت للدماغ وكل شيء. طيب دكتور، هل هناك بعض الأطعمة إنه تأثر على اضطرابات النوم يعني للصائم شهر رمضان؟ يعني تعرف انه مرات واحد مثلا ياكل وجبات كلش ثقيله، خلينا نقول دسمه، ومرات واحد انه يحتاج انه وجبات خفيفه، اليوم نسوي فد شيء خفيف، فنحس انه اليوم اللي نسوي فد وجبه خفيفه انه تكون كلش خفيف، يعني حتى ما راح تنام، تمام، وتنام فد وقت انه كلش، يعني خلينا نقول فد 4 ساعات 5 وتقعد للسحور، وبرا السحور ترجع تنام وكذلك. يعني هل الطعام يأثر على اضطرابات النوم؟ نعم، هي قضيه ايضا مهمه، انه الجسم به 6 لترات دم تقريبا، وهي موزعه تتحرك تقوم بوظائفها. اللي يصير الصراع والاكل هو صراع ما بين الدم اللي يوصل للدماغ والدم اللي يوصل للمعده حتى يهضم. فالانسان من ياكل اكله دسمه راح يضطر انه الجسم يذب الدم اكثر وين؟ بالجهاز الهضمي حتى يهضم، وبالتالي ينقص على العقل جهد وطاقه، تمام، فينقص على العمل، اكتظ بالجزء السفلي، يصير مخبوص بالجزء السفلي بالضبط، بالمعده والامعاء وبالتفاصيل والكبد وغيره من الامور، فيقل الدماغ على يقل الدم على الدماغ، وبالتالي الدماغ يقول لك انا هم اريد ينعس ويتوتر جماعه التوتر ايضا. يعني طيب دكتور، هذا موضوع جدا مهم، اليوم احنا دا نتحدث عن ضروري ان يتوعى اليوم المشاهد الكريم، وايضا احنا من خلال حديثك ونصائحك. هذا الموضوع اليوم اللي دا نتحدث به هو عمل الدم او جريان الدم بجسم الانسان بصوره عامه. شنو النصائح اليوم اللي تقدمها للشخص بعد الفطور وحتى اثناء السحور، يعني بهذه الساعات الاخيره اللي تصير قبل النوم؟ تمام، هي اول شيء حتى يكون اكو توازن لابد ان وجبه الفطور ما تكون وجبة كاملة، يعني احنا اليوم احنا اقسمها بالضبط، انا اخذ مثلا تمرة وكذا والشوربة واروح، واحد يروح يصلي المغرب يروح يتحرك شوية وبعدين يرجع على وجبة العشاء، يرجع على الوجبة هذه غالبا الناس ما تسويها لسبب كثير، اسباب كثيرة، لكن هاي شنو تستفيد؟ اول شيء كمية الدم اللي حتروح للمعدة راح تكون متوازنة مع اللي يحتاج الدماغ، راح المعدة تهضم شوي شوي عليها الموضوع هذا، بعدين عندنا غدة البنكرياس اللي تتعرض الى خطر كبير، انه وقت لاني اشرب عصاير واشرب الامور هاي الثقيلة في البداية البنكرياس حتدخل بعملية استنفار، يعني شرب العصائر والسوائل الكثيرة جداً خطر على البنكرياس. نعم، تفرز هرمون الإنسولين بشكل جداً قوي، فتنزل السكر مال الجسم، يرجع الجسم يريد يعوض، فيأكل حلا كل شهواية، فهنا راح تصير مشكلة كبيرة.
هذه واحدة. اثنين مسألة التنفس، احنا ناكل أكلة دسمة باعتبار ما حق مكان للتنفس، وبالتالي أيضا هاي إشكالية ثانية يقع بها الجسم. وبعدين موضوع الحركة، موضوع الرياضة أيضا موضوع جدا مهم. يعني ننصح حق كثير الناس إنه اللي عنده وقت إنه مثلا بعد ما يكمل فطوره وبعد ما يكمل صلاته كذا يذهب إلى الجيم يلعب له فتساعة رياضة، ممكن أن يتمشى حتى وحتى أثناء النهار، يعني هي النقطة مهمة أثناء النهار بالصيام. يعني جسم صح نقول قاعد تعبان وصايم، حقيقة راح يلعب رياضة أثناء النهار راح يستهلك المخزون مال الجسم اللي موجود القديم، ماكو القديم راح يستهلكه، فبيجي على الفطور يجي يجدد المخازن مالته، يسوي ريفرش بالضبط. طيب طيب دكتور، نشوف كثير من الأشخاص اللي عندهم دوام، خلينا نقول إنه من يرجع ياخذ له قيلولة شيء بسيط ويفطر، وبعد الفطور انه ما راح ينام وراح يجي السحور ويسحر. اريد فد طريقه انه الاشخاص الصايمين او فد روتين للنوم، ايش قد يعني يحتاج الشخص الصائم حتى ينام، حتى انه ثاني يوم يكون جاهز للعمل او جاهز لاي شيء انه يتعرض له ثاني يوم، بدون لان تعرف انه اكثر الصائمين هسه حاليا اللي يتعرض الصداع الصبح. اكيد هي النوم بالنسبه للجسم والعقل مثل حساب البنك، اكو ايداع واكو سحب، هاي قضيه جدا حساسه. مرات احنا نجي نريد ناخذ من دماغنا وماكو حساب. الفكره بالضبط حتى تكون بالساعات وبالتنظيم. اكو شغلات، اكو ساعات نسميها ساعات النوم الذهبي، ساعات النوم الذهبي اللي من الساعه 10 الى الساعه 3 بالليل. هذه الساعات اللي بيها شنو انه شيء هدوء تام. اثنين الغده الصنوبريه اللي حكينا عليه قبل شويه تقوم بعملها بادق واكمل وجه. وشرط وحيد انه تحتاج الظلام، يعني تحتاج هذه الغده حتى تشتغل، حتى الميلاتونين ينفرز بالجسم يحتاج الى انه تكون اكو ظلام كامل. فبالتالي احنا من ساعه بالعشرة الى الساعه 3 هذه نسميها النوم الذهبي. هذه الساعه الوحده بهالساعات اعدال ساعتين راحه. حلو، هاي نقطه جدا مهمه. من بعد الساعه 3 خلينا نقول من الساعه 4 الى الساعه 8 كل ساعه بساعه الطبيعي الوقت. بعد الساعه 8 الصبح الى حد المغرب كل ساعه بنص ساعه. فتخيلوا معي بالحساب تك 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 نسوي الحسابات الان انه الشباب الناس اللي فعلا عمليه مصرفيه للامانه. نعم يعني اليوم الجسم يحتاج نقول محتاج 6 الى 8 ساعات. انا اذا نام هاي الساعات الذهبيه نوم صحيح مطفي الضوء ومرتاح، هذا رصيدي من ساعه 10 لحد الساعه 3 تكفي تكفي 8 ساعات. نعم. اذا اربع ساعات كل ساعه ساعتين بعدها نمت 8 ساعات اللي يحتاج الجسم. اذا ما نام هالاربع ساعات اكو ناس تقعد تقول على البوبجي الى الساعه 8 صح صح الساعه 8 من يريد ينام هو لازم يحقق 8 ساعات. طيب اذا بعد الساعه 8 كل ساعه كل نص ساعه 16 ساعه يعني النهار كله حيبقى نايم. طيب. هو هذا اللي يصير الشباب. نعم. نعم. ينام الساعه 8 يقعد الساعه 8 بالليل. نعم. والاهالي يشتكون خاصه من العطل وغيره. حتى النفسيه تتعب شوف للاسف. نعم. يمكن نلاحظ دكتور وايضا سجى يمكن نلاحظ بعض الشباب تشوفهم نشيطين بعملهم حتى اذا ما يعملون يقعدون من الصبح. نعم. بوقت مبكر يفكرون يرتبون امورهم، لكن للاسف البعض نشوفهم والاغلبيه انه دينامون ساعات كلش طويله بالنهار، لذلك يقعد ما يتحمل تسولف وياه، ما يتحمل كلمه من عندك، ولا يتحمل صخره ولا اي شيء. فهذه من الاشياء والمسببات ايضا لحالة التوتر والعصبية. خلي نروح على مرحلة الميلاتونين اللي دائما احنا نحتاجه، يمكن بغض النظر عن ساعات نومنا، لكن بصورة عامة احنا نحتاجه. نعم. باعتبار انه اكيد احنا ما راح ننام من ساعة بالعشرة دكتور، حتى نكون واقعيين. نعم. بسبب. نعم. عملنا وايضا. نعم. الامور اللي تكون على عاتقنا بالبيت، فش وقت نقدر ان نستخدم الميلاتونين كحبوب او عقاقير طبية في حال انه احنا ما قدرنا ان نحصل على الساعات الذهبية برصيد النوم؟ تمام، يعني هو موجود الان متوفر الميلاتونين. نعم. متوفر بكمية بشكل حبوب وغيرها. نعم. شو نحتاج عندما يكون هناك اضطراب حقيقي بالنوم؟ يعني كان اكو اضطراب بالنوم رح نحتاج نعوض. بس شنو الاشكاليه تصير؟ احنا تعرف الجسم هذا من ياخذ هرمونات خارجيه من مصدر خارجي يعطي إعاز للدماغ، المراكز العليا بالدماغ انه انا مكتفي. فيصير عندنا كسل بالغدد الكبرى، الغدد الرئيسيه مال الجسم. ليش؟ انه هو تشبع الجسم. فنعم هو التعويض جيد، لكن اذا مو الجسم من نفسه هو ينطي التعويض. شلون نرجع على الانتيبايتك مثلا؟ الانتيبايتك اذا ناخذ انتيبايتك تقل المناعه. ليش؟ لان الجسم يحب يعتمد على الانتيبايتك. فنفس الجيوش تتكسل. الجيوش تتكسل بالضبط. فهنا نفس الشيء، احنا ناخذ هرمونات النوم، معناته احنا بالمقابل انه الميكانيزم الطبيعي مال الجسم مال النوم يحب يتكاسل ويتراجع. لكن مرات نضطر كمرضى، واحد مريض ياخذ لا باس ياخذ، او من الممكن حالات معينه من الاعصاب والتوتر وحالات الاكتئاب. ما بي سايد افكت دكتور؟ وش وقت وش قد من الممكن المده اللي الشخص يستخدم هذا العلاج؟ هو بالنسبة لكبار السن مرات نعطيها فترات طويلة. يعني
الإنسان الطبيعي الشاب يعني نطيب محاذير إذا كان يمر بأزمة معينة في حالات حاول معينة. ودائما نحاول حقا مع الميلاتونين أو مع المنومات يعني بصورة عامة أن يكون هناك دعم نفسي. أكو جلسات استرخاء، أكو جلسات يعني تفريغ، أكو جلسات حوار ونقاش مرافقة كوتشينج. بالنسبة لإضطرابات النوم العادية يعني خلينا نقول فهذه تعتبر أفضل. يعني كثير من الناس إحنا يجي يقول أنا ما أنام إلا بحبوب النوم، بعدين نبدأ مع الجلسات ويا الجلسات يبدأ شوي شوي يعني هو يبدأ يقول أترك الدواء لا تترك الدواء لا أترك. بعد أربع خمس جلسات يقول دكتور أنا ما أخذت الدواء النوم هو من حاله أيوه ورا بس شنو ورا ما مسألة دعم صارك في التفريغ ودعم الأمور طيب. هذه فالإنسان يحتاج ما بين الكيميائيات وما بين التفكير وما بين الأمور العاطفية تنظم أموره بشكل جيد. طيب دكتور إحنا بحياتنا الطبيعية يعني نشوف إنه كل ما يكبر الشخص بالعمر تكون عنده اضطرابات نوم أو قلة نوم مع الأشخاص خلينا نقول الجد أو الجدة أو الأب مرات أو الأم اللي يكونوا كبار بالعمر السرعة المضطربات أو قلة نوم يعني بالليل ما راح ينام هو ينام فد 4 ساعات إلى 5 وراح يبقى قاعد للصبح. زين هل هناك فئات عمرية تتعرض لاضطراب النوم لو بس الشخص إنه اللي يعبر كذا عمر؟ هو بصورة عامة الميلاتونين يبدأ ينقل بالإفراز بعد عمر 60 يعني بصورة عامة كل إنسان عندنا تبدأ الغدة الصنوبرية تتكلس فتبدأ الإفراز هذا ما تتقل. فطبيعي جدا انه الانسان نفس الوقت هو شنو حتى بيها حكمه يعني بيها حكمه ربانيه بالموضوع انه الانسان يكبر بالعمر وبعده ما يحتاج نوم كثير ما عنده حركه اللي يتحركها صحيح فيحتاج اقل حسب قدرتي. ويحتاج وقت اكثر يكون قاعد حتى يعني يشوف العائله يعني حتى من الصبح قريب عليهم وعنده طيب. عباداته وعنده صلواته وعنده كذا فهو يحتاج القعده اكثر ما يحتاج النوم على قد طيب دكتور ذكرت شيء جدا مهم انه الغده الصنوبريه بعد سن معين من الممكن ان تتكسل وتتكلس طيب خلينا نتحدث عن هذا الموضوع أنا اليوم شلون أحافظ على هذه الغدة وشلون أغذيها بالطاقة والحيوية عاشيتكم قضية رئيسية من يكون عندنا شنو الغدة الصنوبرية بيها ساعة البيولوجية نقول ساعة بيولوجية موجودة هناك فبصورة عامة اليوم أنا من نظمت حياتي يعني يكون حياتي عبارة عن موعد محدد للنوم موعد محدد للاستيقاظ معناته نظمت الساعة يعني ذكر جدي عبد الرزاق الحسني المؤرخ مشهور رجل يعني الرجل هذا كان ينام ساعة بالسبعة سبعة شو أكبر من ويقعد ساعة بالأربعة الفجر حلو. من نجي على طبيعة حياة هذا من يوم اللي هو من يوم فتحنا عيننا على الدنيا هو بهالشكل هذا 7-8 لازم يكون داخل فراشة الأربعة يكون فايق يعني وعنده نظام يومي يعني طيب. يقعد ساعة بالأربعة يسمع أخبار ويلعب رياضة وراء يلعب رياضة يقعد يفطر وراء الفطور يطلع يتمشى بالشمس فعنده في الحركات فعنده طيب. في السياق مسوي سيستم معين بالضبط من نجي نشوف إنه يا ترى كيف الحصاد كان انه هني يعني عايش وياه بالعمر تقريبا حوالي 100 سنه كان اقل من 100 سنه بعامين ذاكره مالته فولاذيه يعني كان يجون الطلاب اللي يدرسون التاريخ عنده فيدرسون يجون يقول لي مثلا زياد تعال بابا روح طلع لي كتاب الفلاني بالرف اللي موجود يم الشباك بالمكان الفلاني الرف الثالث احسب لي خامس كتاب جيب لي اياه اجيب كتاب تفضل جد يقول انطي الاستاذ ينطي الاستاذ يقول افتح الصفحه كذا 20 سطر هذا حكي نحكي عمره 98 سنة من نجي نشوف شنو السبب رغم انه هو تعب وتعرض الى حوادث وكان ايام الثورات ثوري وكذا وانحبس وكذا لكن نظام الحياة انقذ عقله انقذ صحته فالنقطة هنا انه الانسان كل ما حافظ على نظام حياته بشكل صحيح الساعة البيولوجية حافظ عليه بشكل صحيح كل ما هذا يعني شيء إيجابي رصيد يعني يقول تلك جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر الانسان من يحافظ على جسمه ويحافظ على الامانة هي امانة بالنتيجة هذا الجسم والعقل وغيرها بالكبر رح تكون هي رصيد له ومحافظ عليه دكتور تعرف أني كم شغلة مضيعة خلال هذه الأيام اللي راحت خلال أسبوع أني مضيعة أشياء ثمينة دولارات لو لا دولارات هاي كلها فلوس أكو جلسات عندنا خاصة رجع بيها الذاكرة رجع الفلوس طيب طيب دكتور أريد نصيحة للأشخاص الصائمين يمارسون الرياضة إحنا مثل ما نعرف هاي معلومة عامة إنه دائما ممارسة الرياضة يعني تنظم النوم والصحة وكثير من الأنشطة تضيفينها للجسم أريد نصيحة للأشخاص اللي يصومون أي وقت يستخدمون الرياضة هل طبعا. قبل الفطور أو بعد الفطور الشاب الرياضي اللي هو مثلا يعني يتحرك ممكن يسوي جيم قبل الفطور جدا عادي تمام عادي ما يأثر عليه بالعكس عكس يفيده جدا هو كثير يفيده يعني بالنسبة للناس كلها تحتاج إلى حركة بعد الفطور كل الناس تحتاج إلى حركة بعد الفطور هاي الحركة حتى يضم
وحتى يتنشط الجسم مالته يوم ما يصير عنده الكسل هذا، وحتى يكون مستعد للنوم صحيح. فكل الناس مطلوب مطالب ان تتحرك يعني بعد الصلاه بعد الفطور. طيب. الفطور تتحرك. هاي تحدثنا احنا كلش هوايه بالنسبه للاشخاص. شكرا لك. بالنسبه للاشخاص اللي قليل نومهم، طيب اكو اشخاص عندهم دوام مثلنا ينامون من وقت، يعني ينامون على الوحده على ال 12، لكن بالتالي بنصف نهارهم وعلى الساعه 2 اغلب السيارات حتى تشوفهم انه كل الاشخاص اللي جالسين بالسياره تعبانين ومنعسين حتى متوترين. بالضبط. لا حرفيا اني احس انه على ساعه 4 انا بلشت عيوني تتكسل. هل اليوم اني اقدر استفاد او انشط نفسي بهذا الوقت لو ضروري ان اخذ قيلوله؟ قيلوله جدا ضروري. يعني من ضمن العلاجات اللي تحتاج الحاسبه مرات تحمى او تخربط، نسوي ريفرش او ريسيت نسوي. تمام. في العقل كذلك امر يحتاج للمساله هذه، بس اكو عندنا فرق ما بين القيلوله والعيلوله. العيلوله من العله المرض يعني. نعم. القيلوله هي عباره عن 20 دقيقه تقريبا. صح. 10 20 دقيقه في مكان غير تقليدي. يعني مو مكان الفراش. وانا مثل ما قلت يعني واحد بالسياره ياخذ. نعم. على الكرسي مات. نعم. كذا حتى في كثير من المؤسسات الراقيه يعني. على اليابان وغيرها. نعم. غيرها في العالم ينطون فتره القيلوله يعني على المكتب مات. او في مكان يعني مو الإشكالية ماتنا شنو اللي هي العيلولة. العيلولة إنه نرجع من الوظيفة مثلاً خاص. نعم. بالنسبة للإخوان وأخوات الموظفين يرجع يدخل إلى غرفة النوم يدخل في الفراش يتغطى يسكر الباب يطفي الضوء، هذا العقل يتخربط يقول هذا ليل أو نهار. فمن يقعد دايخ ويقعد مزعوج ما أعرف ليل أو نهار ويقعد مزعوج. بالضبط. ليش؟ إنه هذا مو النوم الطبيعي. العقل بساعة بيولوجية. نعم. تعرف إنه هذا. نعم. لساتنا ما دخلنا فيه. نعم. فهنا النقطة إنه القيلولة نشجع عليه بأي شكل. نعم. وإضافة إلى ذلك يمكن دكتور أضيف إنه أكو. نعم. وقت معين من بعدها ندخل بعمق بالنوم، فلذلك بالضبط. نحس إنه عقلنا صار. فالقيلولة لازم تكون بها العمق. أنا أحسب أقولهم بالبيت 30 دقيقة مو أكثر. زين. هو أحب يسترخي يعني أي صوت يصير خفيف ما يقع عليه. بس ما وعدك دكتور إنه مو بالفراش ومو ظلمة وهاي متر. دخلنا في خطر هنا. نعم. دكتور سؤال. هل جيلاتين الأطفال، بما أننا تحدثنا عن الأشخاص الكبار وشهر رمضان، بس أريد معلومة. نعم. جيلاتين الأطفال اللي يعني بتعرف أنه هسه أكثر الأطفال دا يتناولون جيلاتين منوم حتى شوية يسترخي. نعم. مثلا اليوم أنطيب بعد يوم الجرعات شلون تكون؟ مو هي نقطة الجيلاتين بي أكو عدة أنواع يعني أو عدة أنواع عدة مواد يعني. أيه. كلها ما هي مواد عبارة عن ريلاكس يعني ترخي الأعصاب. حتى فيتامينات أكو جيلاتين بيها فيتامينات. بالضبط. فعن أي شيء نحكي هنا نقطة ما النوم يعني إيه إذا النوم أنا أقدر أكتب النوم على الجيلاتين يعني فترة. نعم. وأتركه أما أخلي مثلا بالأسبوع مرتين أنطي أو ثلاث مرات الجرعات شلون راح تكون؟ هو شنو اللي بيطفل مثلا؟ من عنده فرط حركة عنده. إذا عنده فرط حركة إذا ممكن نطيه حتى من يوم ننطي عادي يعني. ما يأثر عليه؟ ما يأثر بالنسبة إذا كان يعني النسبة بيها خلينا نقول نسبة متعادلة ما بين المنوم وما بين الفيتامينات ماكو ذاك الخطر. خاصة هو عنده نشاط حركي أو نشاط ذهني زايد فبالتالي إحنا نرد نرجع الوضع الطبيعي. نشاط الحركة ذكرت دكتور على الجيلاتين وهذه الأشياء. لا. اليوم تخلي الطفل يكون أهدأ لو تخلينا هي يفترض هي قلنا الخلطه مالتها. نعم. تمام. اول شيء لازم تكون هي ما بيها ذاك الكميه المنوم العاليه بيها خلينا نقول فيتامينات اكثر. نعم. فيتامينات بحد ذاتها ترخي انه اختار النوع اللي بيه فيتامين وبالنسبه منوم شيء قليل الامور هذه. طيب. ونرجع نقول ايضا نمط الحياه والتربيه مال الطفل والنشاطات نستنفذ الطاقه مالته من انشطه اخرى. نعم. لعب نودي مراجيح كذا حتى تروح هاي الطاقه. طيب دكتور خلينا نتحدث شويه على موضوع الفيتامينات وخاصه الزنك والمغنيسيوم وهذه الامور. الانسان الطبيعي ايش وقت ضروري ان يروح يشيك هذه الامور كليته ويعرف شنو عنده نقص؟ تمام. وبسرعة من بعد الأربعين يحتاج الإنسان كل 6 أشهر إلى فحص دوري. وهي الآن أصبحت ثقافة موجودة وهذا شيء جيد يعني. بالفحص الدوري تبين عنده يعني غالبا يطلع عندنا الآن بالنسبة للعراق يعني بالنسبة كثير دول فيتامين دي. نعم. انخفاض وهذا يخربط المزاج ويخربط حتى النشاط مع الإنسان. المغنيسيوم يطلع عنده فيه انخفاض أيضا وهذا وذا سببها طبعا أكثر شيء سبب المعلبات يعني الأكل المعلب. المغنيسيوم بسبب يعني النقصات هاي بسرعة. نعم. عامل يصير عند الناس يعني الخربطة بالغدة الدرقية وفيتامين دي وغيرها. سبب المعلبات رئيسي ليش هي مواد حافظة. المواد الحافظة هذه تستهلك من المعادن الموجودة. نعم. بعدين المي لا تنسون المي احنا قبل كنا نشرب مي حنفية. صح. يا دوب مار على مراحل أساسية. لا احنا المي نشرب مي صناعي. تمام. وهذا يأثر على تروية الدماغ يعني ليش صار عندنا زهايمر كثير وكذا. هذا المي ليس مي صحي مي صناعي. طيب. يعني فبالتالي يعني معادن اللي بيه مو معادن اللي موجود بمي بالنسبة الطبيعية وكمياتها الطبيعية وإنما بيها خربطة كثيرة. فالإنسان بسرعة من بعد 40 ده يحتاج. طيب التعويضات خلينا نسميها. والمي الصحي منين أحصل عليه دكتور؟
هو اذا قعدنا يعني نقدر نميز احنا اكو مياه مكتوب عليها مياه معدنيه تمام اكو مياه معقمه. المياه المعدنيه عندنا مثلا بعض المصادر من دهوك تجي مي مال العين مي مال نبع وهذا جيد جدا، لكن المياه المصنعه هذه بها خطوره حتى فرق السعر اكو موجود يعني صحيح. ربما بالعراق شوي قليله انه احنا مصادر المي تبع اكثرها في شمال يعني دهوك وفي اربيل ودهوك اكثر شيء يعني، لكن نفس الوقت اذا صار ثقافه عند الناس بهالموضوع هذا ممكن انه تبدا يصير اكو اهتمام انه دائما يعني على فكره هذه معلومه اليوم جدا مهمه وقيمه حضرتك قدمتها لنا، يعني فكره المي احنا نجيب ونشرب المي واحسن الانواع يمكن او الاكثر اعلانا وشهره نعم، فلذلك سالت حضرتك المي اللي ممكن ان يفيد جسدي اليوم منين احصله. طبعا سعيدين محظوظ حسيت تكمل المعلومه البستوقه هاي الفخار هذه يسمون مي الممغنط. احنا بنجيب هذا المي الطبيعي اللي هو حتى المي الصناعي ونصبه بهاي المستوقه قله نسميها ونشرب من عندها يرجع يحتي المي، يعني المي يكون مي حي ومي ميت. احنا المي اللي نشرب اغلبها ميت. طيب ممكن ان اجيب العلب الاعتياديه ونفرغها به هذا يعني حل جزء من الحل يعني بعد شو تريدون ارجعوا له اما للقله اما للحب وايام الحب الحلوه هم يكون بارد مثل الجو. طيب دكتور ديت هالشيله اريد نصائح اخيره تقدمها لاضطراب النوم يعني اللي صايمين هسه خلال شهر رمضان بما انه احنا اول اسبوع هذا تمام جد ما نقدر نكسب من الساعات الذهبيه اللي بين 10 و3 جد ما نقدر نكسب من خلينا نكسب اذا دخلنا بحسابات انه هي ساعتين فاذا انا بتحدد نومي بالوحده لـ3 انا حققت 4 ساعات يبقى لي 4 ساعات اعوضها بشكل اخر نعم. خلينا نتعامل مع النوم كبنك جد عندي ايرادات جد عندي سحوبات 2 جوده النوم نوع النوم اجي على النوم النوم قرار يعني انه اني قررت ان انام فعلا. يعني مو اجي انام هسه حتمدد ولا حقوم بعد شوي هذا كله دمار للعقل ودمار للجسم لا انا قررت انام معناته لبست ملابس النوم دخلت في الفراش بنيه النوم هيئت عقلي اذا إيه عندي بضل هيئت عقلي فرغت عقلي من المشاكل او اذا عندي باكر عندي اعمال اسوي اكتب على ورقه افرغ عقلي اذا عندي ممارسات روحيه اسويها اكمل وادخل في النوم هذا النوم هو النوم الجيد ما عداه هو عباره عن حاله اغماء واحد حط راسه بعد شوي يقوم صح بالضبط سعيدين جدا بتواجد حضرتك ودائما نصائحك مميزه جدا دكتور واقول لك ان شاء الله ان اللقاء قريب شكرا لك طيب اكيد احنا مستمرين يا سجاوي وراح نروح لاستطلاع مع زميلنا علي حيدر كيف كانت ايام شهر رمضان المبارك الاولى بالنسبه لكم الى هنا